كم يبلغ عدد فقرات أصابع اليد الواحدة؟ مرحبا أعزائي في قناتكم قناة رجل العلم، إذ نقدم لكم ما تطلبون وما تريدون من أسئلة وأجوبة. فإجابتي على السؤال الذي طرحه أخ عزيز في التعليقات في الحلقة الماضية، كم هو عدد فقرات أصابع اليد الواحدة؟ فإجابتي عزيزي كالتالي، هو 14 فقرة متواجدة في اليد الواحدة، أي 14 مفصلا، وتعتبر هذه المفاصل مهمة جدا، فهي محور صغير هام لليد، ويتم التحكم كما نعلم بحركة المفاصل هذه عن طريق العضلات ومنظومة الأعصاب التي متواجدة داخل كل إنسان. فبالتالي أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى اللقاء.